انا غادي نهضر على جوج ديال المحاور، تكاليف الدراسه وتكاليف ديال المعيشه. نبداو بالجامعات الحكوميه. بالنسبه للجامعات الحكوميه كتبدا تقريبا من 5000 درهم العام وانت طالع. الجامعات الخاصه كيبداو من 2 مليون تقريبا وانت طالع. طبعا هذا الشيء كيختلف على حسب الديبارتمون وعلى حسب الشعبه وعلى حسب المدينه وعلى حسب الجامعه فين باغي تقرا. بالنسبه لتكاليف المعيشه حتى هي كتختلف على حسب المدينه وعلى حسب المصاريف ديال الواحد. تقريبا في المتوسط نقدر نقولوا واحد 4000 درهم داخل فيها كل شيء، سكن داخل فيها، اكل والشرب ومواصلات تنقل وكذا الى اخره. هاد 4000 درهم طبعا بالنسبه لواحد يلاه جا مثلا ما كيعرف والو، ومع المده هاد الثمن هذا ربما غادي يقدر يوفر منه شويه بشويه ما يعرف بلايص وكذا. نقول هذا المتوسط، ممكن ينقص وممكن يزيد. واحد الحاجه مهمه اللي نسيت، اللي هي بزاف ديال الناس كيبازيو على اسطنبول، يعني كيدور يدور يقول لك انا اسطنبول، الا ما كانش اسطنبول ما غنقراش. نقدر نقول لكم باللي الفرصه ديال الواحد يلاه جا اول مره لتركيا وبدا باسطنبول، الفرصه ديال انه يولف نقدر نقول لك 50%. ديك 50% عاوتاني تقدر يقدر ما يولفش ويرجع للمغرب. وبزاف ديال الناس، بزاف ديال النماذج وقعت لهم. علاش؟ لان اسطنبول كمدينه هي بوحدها داير بحال شي دوله، فيها بزاف ديال الاجناس، فيها بزاف الناس مخلطه فيها، خصوصا في هذه الاونه الاخيره اللي كاين واحد شويه ديال المشاحنات بين الاتراك مع العرب اون جينيرال. راكم عارفين الاتراك مع الاسف يعني ما كيفرزوش ما بين مغربي او لا سوري، هما كيعرفوا اجنبي يعني عربي، يعني صافي عرب كاملين، فهمتيني؟ ما كيفرقش بين هذا وهذا. يعني الحاجه اللي انا حاليا ممتن بها اللي هي انني ما قريتش هنا في اسطنبول، قريت في مدينه اخرى وعاد جيت لهنايا، يعني حتى ولفت وشفت وعرفت الاتراك كي دايرين وتحكيت معهم مزيان، عاد جيت لاسطنبول وعاد جيت نعيش تجارب اخرين. صراحه عشت تجارب زوينه وخايبه، هادو مازال غادي نعاودهم لكم انا من بعد ان شاء الله. ولكن كنصيحه مني، من الاحسن الانسان اللي باغي يقرا جاي قرايه وكنسطر عليها، من الاحسن يختار مدينه صغيره ومدينه برا ديال اسطنبول، باش ما بعدتي على اسطنبول يكون لك احسن. يعني بغض النظر على فرص الشغل اللي كاين هنا، انت راك جاي تقرا ماشي تخدم. ثاني حاجه، باش تقرا وتخدم راه ماشي تركيا، ماشي داك الدوله اللي غتقرا وتخدم فيها زعما راه باش تصور فلوس. راك انت ماشي في اوروبا كتجمع الاورو، يعني الا لقيتي والديك اللي غيصرفوا عليك فزير شويه السمطه وفوكسي ليه على القرايه وتكلي على داك الدفتر وما تضيعش وقتك، وقرا وسالي ديك القرايه. وكنبشرك القرايه هنايا سهله واسهل بكثير من المغرب. ثاني حاجه، كاينه امكانيه انك تكمل قرايتك في اقل من 4 سنين، كيف ما شفنا مع التجربه ديال خالد اللي مازال ما تفرجش في الفيديوهات اللي درت مع خالد، غتلقاهم هنايا، رجعوا تفرجوا فيهم. سواء من الكونسنتراسيون ديالك على القرايه، سواء من المصاريف، سواء من بزاف ديال الحوايج، حتى المعاملات الاداريه كيكونوا اسهل في مدن اخرى على العكس ديال اسطنبول. يعني كاين بنادم اللي طالب اللجوء، كاين اللي باغي إقامة سياحية، إقامة عمل، إقامة عقارية، إقامة كذا، إقامة. فأنت هاد الناس هادو كاملين أنت كطالب كتزاحم معاهم. اللهم تمشي لشي مدينة صغيرة فيها إجراءات ديالها ساهلين، كلشي قريب، كلشي مكاينش زحام، مكاينش مالك عليها. أنت راك جاي تقرا، جاي تاخد ديبلوم، جاي على هدف، غتمشي غادي تصبر ديك المدة اللي غتقرا فيها. الا مليتي جاك الملل ما قدرتيش تخطف واحد الويكاند وتجي ديك الساعه تجي لاسطنبول دور ليها مع راسك تسعرها كدا ورجع تاني وتكال الحرف. هادشي الا كنتي باغي تقرا.